بابا؟ ها؟ ليش الباب مفتوح؟ ما بعرف، والحنفية مفتوحة. وينها أمك يا بنت؟ ما بعرف، أنا كنت برا. خير إن شاء الله. بالجامعة. عمتي 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 ماتت. عمتي إن شاء الله فتحي عيونك. عمتي لا 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 تموتي عمتي. خلينا نعتبر انه انت عم تسوقي، وقام فجأة طلع قدامك رجال، دعستيه بدون قصدك وتسطح قدامي غرقان بدمه، شو رح تعملي؟ أنا رح أشوف إذا عايش. كيف رح تشوفي؟ شو بتعملي؟ جسي النبض من الرقبة. هاتي إيدك، ضغطي بقوة ماشي؟ عايشة الحمد لله. أنت دكتورة شي؟ أنا عم بدرس طب. طيب ساعدية، لازم ينقطب الجرح. في مخبر بالطابق التحتاني، بلكي منلاقي أدوات للخياطة هنيك. ما فيني، أنا لسه جديدة. لك حاجة تخبصه، لسه أول سنة. رح تقدري، روحوا جيبوا كل شي بيلزم. دير بالك منيح. يلا يلا امشي معي. يا ربي تخليك. حضرة الشرطة رفيتوا جوا مشان الله ساعدوها وخلصوها من هالمصيبة. الله يخليكم. بكفي، رجعي لورا، انت عم تعطلينا عن شغلنا. ليش ما بيقتحموا الجامعة؟ انا خايفة كتير. بلكي وصلت للرهائن. تعوا نقرب لقدام. شو صار معه؟ في مداخل تانية للجامعة؟ ليش يعني؟ رح فوت لجوا. شو انت جنيت؟ ما فيني اترك إليف، قلولي. ايه تذكرت، في باب وراني خاص للكافيتيريا، انا شفتهم بفوتوا منه البضاعة لعمو جعفر. ماشي يلا بسرعة دليني عليه، ما عنا وقت نضيعه. وساقي فيني رح خلص إليف. تمام. بنتي تدرس بجامعة اسطنبول المركزية. اركبي اختي اركبي. شو الوضع؟ طلبوا سيارة مدرعة وقال بدهم يطلعوا معهم الست رنا، بس قال الست رنا متصاوبة. قلت متصاوبة؟ وبنتي سهام بالجامعة كمان شو وضعها؟ سيدي هاي المعلومات يلي وصلتنا، رح نحاول نلهيهم لنفوت فرقة المداهمة. أصحكم تحاولوا تعملوا هيك شيء، انتبهوا لا تعملوا أي شيء ممكن أنه يعرض حياة بنتي وأختي للخطر. خليهم يروحوا. سيدي يعني رح نغمض عيوننا ونخليهم يهربوا؟
طبعا لا، بس هنن هيك رح يفكروا. هالمرة جنت على الأخير، يعني لوين بتكون راحت هالخرفانية؟ لو سمحتوا شفتوا أمي شي؟ يلا امشي. شو بيعرفنا؟ مين أمها؟ مجنونة، تعرفيه ولا تسأليهن عن أمك؟ شو رأيك أضربك هلا؟ أهلين حبيبتي. يعطيك العافية. الله يعافيك. نحن ساكنين ببيت فريد ومرتي ضايعة، يا ترى أنتي شفتيها شي؟ هيك يعني طويلة ونحيفة شوي وعيونها زرق. إيه؟ أمي بتكون هاي المرة اللي كانت عم تسأل عن بنتها اليوم الصبح عند الدكان. إيه؟ وهلأ وينها؟ قالت لي إنه بنتها بتدرس طب. فقلت لها روحي دوري عليها بالجامعة. الله يعطيك العافية، بتكون ضاعت، الله يكتر خيركم. تسلم. يعطيكم العافية. يا ربي هالمرة راح تجنني. مو على أساس إليف ماتت؟ لك شو عم تلعي؟ يلا رجعي على البيت. أنا بلاقي أمك وبجيبها. يعني آخر شيء هالمرة وإليف راح يجننوني على الأخير. هذا هو الباب. هذا مقفول، ما في مدخل تاني؟ في صوت، تعالي. مين انت ولا؟ عزيزي اتركوا، هذا زميلنا بالجامعة. حبيبتي بس توصلي على البيت بتحاكيني، لأني رح أقلق عليك. هذا بيكون ضياء زميلنا بالجامعة. انت شو بدك؟ شو عم تعمل هون؟ طبعا لحتى انقذ إليف. شو بتكن لها لإليف انت؟ انت يلي شو بتكن لها؟ لك بكفي بقى، مو وقت خناقكم هلا، هذا الباب مقفول، يلا احكوا شو بدنا نعمل هلا. يلا بقى، شو ما خلصتي شغلك؟ ليكني عم دور، لازمني كتاب ضروري. ولا شو الكتاب هلا؟ انه شو بيعرفني بتقطيب الجرح؟ يعني بدي كتاب فيه معلومات مشان طريقة تقطيب الجرح. اكيد في بالمكتبة، يعني يا ريت تروح تجيب لي اياه. طيب عجلي شوي، أنا رح أقفل الباب. خفي إيدك. بعد لقلك ما رح يمشي الحال هيك. بعد بعد. أنت شو عم تعمل؟ هلأ بيحسوا علينا. يلا ستو يلا. طيب حط تليفونك على الصامت. هيدا ابو شعر، جرب افتح الباب. ما
ما رح يمشي الحال هيك، لازم نلاقي شيء. لك سيح هيك لقلك ما معنا وقت نضيعه. بعد شوفي صرعتوني. نعم عزيز. إليف شو؟ إليف وين أنت؟ أنا بالمخبر عم جيب كم غرض. اسمعني، وضع الدكتورة رنا كتير خطير. يلا تعالي افتحي لنا باب الكافيتيريا، نحن عنده. ما رح اقدر، في واحد جابني لهون وهلا رح يرجع. هي اجا سكرت، اجا واحد لعندها. نستنى، بلكي بتقدر تفتح الباب. لك شو بدنا نستنى؟ بلكي هالزلمة سوالة شي. شو عم تعملي؟ ها؟ شو عملتي؟ احكي بمين اتصلتي؟ امشي امشي لك امشي. إليف أنت؟ يلا إليف اطلعي لبرا. ما بقدر، ما فيني أترك اللي جوا. يلا مو وقت عنادك، روحي مع سهيلة. ليش ما عم تفهمني؟ إذا بطلع ما رح يخلوا حدا من اللي جوا يطلع. بعدين سترنا وضعها كتير خطير. إليف لا تعاندي. برأيي معها، نحن لازم نلاقي شي طريقة تانية. تاخذني على اساس رهيني. شو؟ تاخذني على اساس رهيني. مو انت بتدرس هون؟ رح تقلن انك منون، ولما تسلمني إلن ما رح يشكوا بشي. طيب ماشي لك عم، انا بنقذ إليف والسترنا والبقايا عليك. ماشي ماشي، انقذوا السترنا واتركوا الباقي علي. أسألك سؤال، عم دور على جامعة اسطنبول المركزية، دلوني عليها بس أنا ضعت بالعجقة. بتروحي هيك دغري لآخر الطريق وبعدين على اليمين. بتشكرك كتير. ولف وقف ولك وقف ولك ولك فريد، على القليلة كنت بس اترك لي اجري التاكسي. سيدي السيارة بالطريق، بعد شوي بتكون هون. ماشي، بالأول اتأكدوا لي من وضع بنتي وأختي الصحي، وأصحكم تتهوروا.
حاضر سيدي. لك عمتي عم بتموت، ليش ما اجوا لهلا؟ روح شوفهم ليش تأخروا. يلا فوت لجوا. مين انت ولا؟ عزيز؟ لا تشغلي بالك، خليكي هادي. هذا الشاب كمان معنا بهي الجامعة. كنت واقف قدام المدخل الثاني وكمشت هذا بالكافيتيريا. وينه فارس؟ قلت له أنا باخذ البنت وهو واقف مكاني. من وين بتعرفي لهاد؟ هذا بيكون خطيبي. دمع عيوني، حب وتضحية. انت شو عملتي؟ انا لقيت لكم هدول. هدول العده للاسعافات، على اغلب جرحى لازم تقطيب، بس هدول ما بيكفوا. طيب نحن هون شو فينا نعمل اكثر؟ طيب ليك، في تحت القاعه تبع العملي، خلونا ناخذها لهنيك لنسعفها، وبلكي منلاقي هنيك اجهزه كمان. السيارة بالطريق، بس لازم نتأكد من سلامة الست رنا بالأول. خلونا نشوفها لنتأكد. لا ما حذرتوا، هي شروطنا، بدنا السيارة ورح ناخدها معنا. ونحن هذا الشرط تبعنا، إذا ما حكينا مع الست رنا ما في سيارة. شو بدنا نعمل هلأ؟ سلموا حالكم، كل المكان محاصر، لو طلعتوا بالسيارة المدرعة رح تنكمشوا. خراسوا بلا لعيب. أنت منيح؟ لا تقلقي، أنا ما فيني شيء. نحن عم نستنى، إذا بتفرجونا تسترنا وقتها بتسمح للسيارة المدرعة تفوت لعندكم. تريك البنت. خلاص لك، رح آخذك لعند الشباك وبتحكي مع الشرطة، بتقولي عمتي منيحة بس مو قدرانة توقف، فهمتي علي؟ ايه فهمت. هي نفسها سهام؟ ايه مزبوط، هي هي بنت الضابط قدرت، هي نفسها. وضع عمتي كتير منيح، بس هي موجوعة شوي وما قادرة انا توقف. عطوهن اي شي بيطلبوه. عطوهن اي شي بيطلبوه، مشان الله طلعونا من هون بسرعة، مشان الله نقذونا. هي سمعتوها، يلا بعتوا السيارة. لك لازم نعمل شي، المرة رح تموت. يلا خلونا ننزلها لتحت. يلا. لا استنى شوي، انت رح تبقى هون وانا رح انزل مع البنت. حاسس في شي عم يصير جوا، أكيد الست رنا بخطر، لو منيحة كانت حاكتنا وما بعتت بنت أخوها. طيب شو بدنا نساوي؟ ما رح نبعت سيارة، رح ندخل. وسيادة الضابط؟ نحن واجبنا نطالعهم كلهم سالمين من الجامعة، مو الست رنا لحالها، كلياتهم. إمتى رح يطالعوا؟ الله يستر. شو رح يصير؟ ليش لهلأ ما طلعوا؟ قلتك نخبر الشرطة بهالقصة. وأنا شو بعرف؟ شو عم يصير جوا؟ كأن الوضع مو منيح. إن شاء الله تمروا على خير. ليش ما عم يقتحموا الجامعة؟ قال الستر أنا وضعه. شفتوا بنتي شي؟ مين هي المرأة؟ أنتوا شفتوا بنتي؟ حدا منكم شاف بنتي؟ حدا منكم شافها؟ أنتوا شفتوها لبنتي؟ طيب يا خالة مين هي بنتك؟ تدرس هون، طلع على طب، وهي رح تصير دكتورة. إليف. بس ما عم بقدر لاقيها. شو عم بيصير جوا؟ عم تظهر وتختفي، ما عم بقدر لاقيها. انتو شفتوا بنتي؟ لك هي اما لإليف، شو بدنا نساوي؟ طيب خالتي انتي مع مين جيتي لهون؟ سألت لو وصلت لهون. طيب خالتي رح ناخدك على بيتك. لا مستحيل، ما بروح لمكان لحتى شوف بنتي.
انت بتعرفي بنتي إليف؟ انت شفتيها شي؟ أنا ما بقدر أعملها. لك داخلي منها، رح أقتلها وأخلص. لا خلص، طيب ماشي، رح أحاول ساعدها. معناها استعجلي. يا ربي شو بدي ساوي؟ المريض مات يا دكتورة، ورسبتي بأول اختبار إلي. بركي فشلت وماتت. تعرفي ليش؟ لأنك ما رضيتي تلمسي رقبته، ولأنك ما عطيتي نفس اصطناعي حتى ينتعش. هو مات لأنه مصلحتك كانت قبل حياته. يا ربي دخيلك ساعدني ولا تتركني. إبراهيم، إبراهيم، هذيك المرأة كانت البنت الوحيدة بحياتي اللي حبيتها. رنا كانت مرتي. إبراهيم، نحن صار عنا بنت. لقد وصلت تظاهرات اليوم إلى جامعة اسطنبول المركزية. أخي فيك تقوي لنا هالصوت؟ وردتنا معلومات أن صحة رنا كاراي مساعدة رئيس جامعة اسطنبول المركزية في خطر، وأتتنا معلومات أيضا عن وجود ابنة الضابط قدرة كاراي بين الرهائن داخل الجامعة. بدي بنتي.
شو عم تساووا؟ يلا بسرعة هربوا من هون. يلا بسرعة هربوا هربوا. يلا بلي بعد الحرب كلكم على جنب، زدتوا الأسلحة. بس نحن كلنا طلاب. أنا ضابط. وين الستر؟ أنا بغرفة العملي. لسه لهلا ما خلصتي؟ وقف لا تتحرك. اترك البنت، اتركها والا بأوصك. لا تقرب والا بذبحها. كل المكان محاصر، مستحيل تقدر تهرب من هون. اتركها قبل ما تتورط اكثر. اتركها. أنا على الحالة، الحياة شو صعبة بدون مصاري؟ شو هاد؟ ليش كل هالعجقة؟ استغفر الله. شو هاد يعني يوم المحشر؟ وين بلاقي هالمرأة؟ طلعي فيني، شو صاير؟ ليش هالعجقة؟ هجموا على الجامعة. ليكون صار لها شيء لمرتي بهالطوشة، وين هالمرأة؟ يا مرأة؟ بعده لشو؟ إلهام، وينك أنتِ؟ زيحوا عن طريقي. إلهام يا مرا، ليت شو عم تعملي هون؟ ها امشي لشو؟ تركني، بدي شوف إليف. ليت؟ أنا مشان هيك اجيت لهون. لك انتي جنيتي مو بنتي. تركني، بدي شوف بنتي إليف يلي نادتني. شو عم بتخبصي؟ يلا امشي قدامي. أنا بدي شوف بنتي. يلا امشي بي، ما عندنا بنت. قلتلك ماتت. لك بكفي، امشي بكفي جنان. يلا امشي بقى. أمي إليف استني بلا هلا.
كان الأفضل لو حضرتك بقيتي بالمستشفى كم يوم. لا دخيلك، أنا ما بطيق المشافي أبداً. معناتها لازم تاخدي الأدوية اللي عطيتك إياها، في احتمال يصير معك نزيف. لأنه في وحدة هنيك ما بتعرف راسها من رجليها، عملت حالة دكتورة وحتى مقطب الجرح كمان. صحيح الخياطة مو كل هالقد، بس الشيء اللي عملته أنقذ حياة السترنة، لولاها كان ممكن تروح فيها، وبرأيي مين ما كانت تستاهل شكر وتقدير كبير. سؤال. ماشي يلا احكي لنا، كيف قطبت جرح المديرة؟ أنا قديش تدربت على خياطة بس ولا مرة جرأت خيط جرح. ما كان قدامي خيار، كانت السترنة رح تموت. لك أنت أنقذتي حياتها والخانم ما تنازلت حتى وتشكرتك. مو مشكلة، أنا عملت هالشي بس لوجه الله. بتكون فهمت السترنة أنك بتقدري تصيري دكتورة. وبصراحة الملازم بحبك كتير، إجا أنقذك من هدول المجرمين. هو ما اجا من شاني، اجا لحتى ينقذ بنت هداك الضابط، البنت مرته المستقبليه، وهي هي الحقيقه كلها. ايه طيب انقضت على خير. رح اجيب كاسه شاي، حدا بده؟ يسلم. ولا لك جيبي لي. لحظه شوي انا رح اجي معك. اليف من الصبح ما اكلت شي، رح اجيب لها شي تاكله. شكرا نيفين. سهيلة، أنا بدي أسألك على شغلة ويا ريت تجاوبيني. عمو إبراهيم عنده بنت شي؟ على حد علمي لا، ما في عنده، أو يمكن ما بده يخبرنا أو مو عايشة هون. ما بعرف ليش سألتي. أنتي موضوع عمو إبراهيم والدكتورة رنا بتعرفي شي عنه؟ إنهم كانوا متزوجين؟ مزبوط. يعني مرة خالي عدلية طلعت منها بالغلط وأنا عرفت هذا الشيء. لما كانت الدكتورة فاقدة وعيا صارت تهدس باسم عمو إبراهيم. لا مستحيل هالشيء، بس هي معتبرته عدو إلها. شو بيعرفني؟ وكمان قالت شغلة، قالت صار في عنا بنت. شبكي صحة صحة. يعني طلع في عندهم أولاد كمان؟ إذا في أكيد خالي عدلية بتعرف هذا الشيء. كيفنا نسأل عن هالقصة؟ تركيها علي. خالة عدلية؟ بدي أسألك سؤال، خالتي هلأ مو نحن عم نروح نزور عمو إبراهيم؟ طيب ما في عنده هون قرايبين بالمرة؟ يعني شو بيعرفني، مثلاً عيلة أو أولاد؟ قصدي لو نبعث لهم خبر مشان يعرفوا باللي صار معه. أولاد شو يا بنتي؟ ما كان له غير أم، وهي الله يرحمها توفيت، كانت إنسانة كتير مقدرة، وهلأ أنتو كل شي بالنسبة له. يعني ما عنده أولاد بالمرة؟ أي يا بنتي قلت لك ما عنده، يعني بخلق لك أولاد لأله هلأ؟ والله أنتي غريبة. إليف حبيبتي ليش لساتك فايقة؟ كان هاليوم صعب عليك وبتكوني هلكتي من التعب، روحي نامي. يلا يا بنتي. ماشي، تصبحوا على خير. تلاقي الخير يا روحي. تصبحي على خير. وأنتي بألف خير. شو بدنا نساوي؟ ليش ما خليتني شوف بنتي؟ لك أنتي إمتى بدك تفهمي يا مرة؟ صرت ألف مرة قايل لك إنه البنت ماتت. ما ماتت، طول اليوم عم شوفها قدامي ب...
بنتي إليف لسه عايشة. وليك يعني أنت ناوية تجنينيني؟ أنت رح تعدي عقلي؟ والله الشيطان عم يقول لي أوصك براسك وبعدك لعند بنتك وأخلص لك. أنا رح جن. يلا نلعي من وشي. لا طلعي لي خليه. يلا خليها من قدامي أحسن ما أبتلي فيها هي التانية. يلا ولي نلعو. دخيلك يا ربي شو هالمصيبة هي؟ رح تجنني كأنه مو ناقصني هموم لحتى تزيدها علي كمان. طيب بابا كنت اسمح لها تتفتل بالجامعة شوي، وبس تعرف إنه ما نهنيك رح تهدى لحالها. دخيلك يا ربي صبرني بنتي شوي شوي علي. ما بيكفي أمك جاية أنت كمان؟ لك الجامعة فاتت ببعضها، الشرطة من جهة والمتمردين من جهة، بدك يعني خليها تتفتل هنيك مشان تتقوص لهون وبس؟ خلاص نحن ما عدلنا سكنة هون، بيكفي بقى. مو على أساس بدك تصير ملك اسطنبول؟ انت عم تحاولي تستفزيني ولا شو؟ انتو ناويين تجننوني؟ ها؟ ما بتعرفي انه هداك الملعون فريد اخذ مصاري وهرب؟ شو بساوي؟ خلاص فهمت، حاجتنا بهدلة بهالمكان هاد. انا بقرب فرصة رح اخدكن نروح من هون. استنوا علي شوي منشوف. يا الله مين اللي جاي بهالساعة؟ بلكي عمو فريد. انا رايحة افتح. لا انت خليكي هون، انا رح شوف مين جاي بهالساعة. نعم أختي. أنا جيت شوف الشيخ كمال. بابا هي قصده أنت. وأنا من أين تشيخ؟ ليش مو حضرتك بتكون قرايب السيد فريد؟ إيه؟ هو قلنا هداك اليوم إنه الشيخ كمال حفيد الشيخ توفيق ببيته، وأنا جيت لحتى أشوفك. ايه مزبوط، في جده لجد جدي واحد منهم كان شيخ كبير. ها؟ وقال انه مسلمك المشيخة. شو مسلمني؟ يعني انتقلتك القوة الروحانية يلي عنده لإلك انت، طبعا لأنك حفيده. بصراحة شيخي انا مشكلتي كتير كبيرة، ما ضل باب ما دقيته ولا دكتور ما رحت لعنده، وما ضل قدامي غير بركاتك. انت شو عم تحكي؟ استغفر الله، شو مشيخة وقوة روحانية؟ يلا فوتي بنتي. شيخي رح أعطيك اللي بدك إياه، بس انت حل لي مشكلتي. في هيك شيء؟ يعني من صغري عندي قوة روحانية وهي وراثة عن جدي الشيخ. بنتي يلا لشوف، فوتي جيبي المصحف وخليني اقرا لها شوية آيات قرآنية، يعني طالما متعذبة وجاي أنا رح ساعدها. طبعا لوجه الله. تفضلي تفضلي تفضلي، أهلي وسهلي. أنت شو لك شغل هون؟ اصلا انت شو لك شغل هون؟ هذا سكن بنات. هيك لكان، اصلا اول ما شفتك عرفت انه مانك رجال. شو عم تحكي بلاك؟ والله بموتك. خير؟ كانه صاير معكم مشكله. بس الحمد لله انحلت. ايه الحمد لله. كيف الستر انا؟ والله منيحه بفضل اليف يلي انقذتها، ضربوها بالسكين بس اليف قطبت لها جرحها. وبعدين قلتي يا ابراهيم صار عنا بنت. في اجتماع آخر الأسبوع، ليش طلبت تشوفيني اليوم؟ قلت أكيد حابب تعرف هالخبر، ابنك إجا مبارح بالليل. صدقيني أنا ما قلت هيك شي لأي حدا. معناها إبراهيم من وين عرف؟ بعدين أنا كيف آيلة رح يصير عنا بنت؟